هذه نشرة العاشرة صباحا وفي عناوينها: وليسمعني العالم جيدا أن السيد ترامب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيدا أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران، أن الحرب على إيران يعني كل المنطقة ستشتعل. السيد نصر الله يؤكد أن الحرب على إيران ستشعل المنطقة كلها وأن إسرائيل وآل سعود سيدفعان الثمن. إن أي اعتداء إسرائيلي، أي قصف إسرائيلي لأي هدف يرتبط بالمقاومة في لبنان في مسألة الصواريخ أو غيرها، نحن حزب الله سنرد عليه سريعاً ومباشرة وبقوة. ويحذر: إذا استمر الأمريكيون في إثارة موضوع مصانع الصواريخ غير الموجودة في لبنان، فالمقاومة ستعمل على تأسيس مصانع للصواريخ الدقيقة. الشعب يريد تسجيل المتبكية. مسيرات في دول عربية وإسلامية إحياء ليوم القدس العالمي ودعوات لإسقاط صفقة القرن. اختتام أعمال القمة الإسلامية في السعودية بالدعوة إلى مقاطعة الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس. 13 قتيلا بهجوم مسلح على مبنى حكومي في فيرجينيا. أهلا بكم. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ترامب والإدارة الأمريكية يعرفان جيدا أن أي حرب على إيران ستشعل المنطقة بأكملها. في كلمة له في احتفال يوم القدس العالمي، حذر السيد نصر الله من أن القوات الأمريكية ومصالح واشنطن في المنطقة ستباد إن شنت الحرب على إيران. وليسمعني العالم جيدا أن السيد ترامب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيدا أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران، أن الحرب على إيران يعني كل المنطقة ستشتعل. المنطقة ستشتعل، وكل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة ستباد، وكل الذين تواطؤوا وتآمروا سيدفعون الثمن، وأولهم إسرائيل وآل سعود. من جانب آخر، شدد السيد نصر الله على أنه إذا استمر الأمريكيون في إثارة موضوع مصانع الصواريخ غير الموجودة في لبنان، فإن المقاومة ستعمل على تأسيس مصانع للصواريخ الدقيقة. نعم، نحن لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تغير وجه المنطقة والمعادلة. إن أي اعتداء إسرائيلي، أي قصف إسرائيلي لأي هدف يرتبط بالمقاومة في لبنان في مسألة الصواريخ أو غيرها، نحن حزب الله سنرد عليه سريعاً ومباشرة وبقوة. نحن ليس لدينا، وهي أنا بحكي معاكم بكل صدق، ليس لدينا مصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان. نحن لدينا القدرة الكاملة البشرية للتصنيع، ولدينا القدرة الكاملة لنأتي بالآلات التي تمكننا من التصنيع. أنا أقول الليلة إذا الأمريكان بدوا يضلوا فاتحين هذا الملف، خلي ياخذ كل العالم علم، نحن سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان. السيد نصر الله قال إن واشنطن وتل أبيب وبعض الأنظمة العربية تعمل في الليل والنهار لتنفيذ صفقة القرن، وأضاف أن محور المقاومة يقف لمنع تحقيقها. اليوم الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب ومعها الكيان الصهيوني
ومعها بعض الأنظمة العربية، بعضها جاد والبعض الآخر غير جاد، كمان بحكي عنه بعد شوي، يعملون في الليل وفي النهار لتنفيذ هذه الصفقة وإنجاحها. وفي المقابل هناك محور طويل عريض ومحور قوي جدا ومحتضن من كثير من الرأي العام في المنطقة، في العالم العربي، في العالم الإسلامي وفي العالم، يقف لمنع تحقيق هذه الصفقة. وهناك صراع بين هذين المسارين وهاتين الحركتين في هذين الاتجاهين. السيد نصر الله أكد أن سوريا تجاوزت مخطط تدميرها وما زالت في جبهة المقاومة وستستعيد قوتها، مشيرا إلى أن المحاولات الأمريكية فشلت بالسيطرة على العراق وأن موقعه مختلف في المعادلة الأقليمية. المعارضة السورية السياسية التي وعدت بالصلح مع إسرائيل، وبعضها وعد على شاشات التلفزة بالتنازل عن الجولان لإسرائيل، أصبحوا الآن جلساء الأوتيلات والبيوت، ولم نعد نرى حتى وجوههم الكالحة على شاشات التلفزيون، لأنه ما عاش عندهم شيء يحكوه. إذن سوريا عبرت وما زالت في موقعها في جبهة المقاومة وفي محور المقاومة، وستستعيد قوتها وعافيتها من موقع الشجاعة والصلابة. أيضا العراق حتى بعد 2011 والانسحاب الأمريكي من العراق، كل المحاولات الأمريكية لاستعادة العراق والسيطرة عليه بالكامل سياسيا وأمنيا فشلت. دفع داعش لإيجاد ذريعة لعودة القوات الأمريكية، هذه لعبة باتت مكشوفة. العراق اليوم موقعه مختلف في المعادلة الإقليمية. السيد نصر الله قال إن فشل السعودية في حربها ضد اليمن وفي صد هجمات اليمنيين ضد مصالحها وأراضيها هو دافع أساسي لدعوة الملك سلمان إلى 3 قمم في مكة خلال يومين. الملك سلمان يدعو إلى قمة عربية وإلى قمة إسلامية وإلى قمة خليجية. تعرفوا التعبير العامي تبعها، دخيلكم يا عرب ويا خليجيين ويا مسلمين لحقوني، لأن مسيرات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات والوصول إلى أهدافها بدقة، وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها. هي قمم استغاثة سعودية تعبر عن العجز والفشل أمام الشعب اليمني والجيش اليمني واللجان الشعبية وأنصار الله والشباب اليمني الذكي الشجاع المؤمن المجاهد البطل. من بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. صباح الخير ناصر، كيف رصد الإسرائيليون خطاب السيد حسن نصر الله بالأمس؟ صباح الخير فتون. في الحقيقة نظر الإسرائيليون إلى خطاب السيد حسن نصر الله من زاوية بأنه خلط الأوراق الإقليمية بالمحلية. في يوم القدس ربط التهديدات الأمريكية على إيران بالطائرات المسيرة في اليمن بالصواريخ الدقيقة، وأن مصانع الصواريخ الدقيقة غير موجودة في لبنان، ولكن هذا لا يعفي إسرائيل من مسؤولياته. وكيف تنظر إسرائيل إلى هذا الموضوع؟ بصمت، بمعنى آخر باستثناء الناطقين الإعلاميين الذين يحاولون تشويه صورة حزب الله أو النيل منه من خلال تعليقات ساخرة على المواقع، خصوصا بعد ادعائهم بأنهم يلتقطون الصور في نفق، وهي حالة سيكولوجية لا أعتقد أن إسرائيل ستكسب فيها، وخصوصا في الإعلام الموجه. لكن ربط ما يحدث في مضيق هرمز وما يحدث في اليمن بما يحدث في فلسطين في يوم القدس العالمي بما يحدث من تهديدات إسرائيلية على لبنان، كلها اعتبرتها إسرائيل يا فتون لأن
لها مفاوضات على الهواء مباشرة حول أبار الغاز في رأس النافورة الحدود اللبنانية الفلسطينية شمال فلسطين. واعتبرت مثلا كبرى الصحف العبرية يدعو تحرنوت بأنه نصر الله يوجه كلامه للوسيط الأمريكي بأنه أمريكا حاولت أن تربط الصواريخ الدقيقة بآبار النفط، وأن هذه الوساطة كانت أبعد من كونها فقط حول آبار الغاز رأس النافورة، وبالتالي هو رد عليها. الصمت رسميا في إسرائيل، الصمت رسميا في أمريكا حتى الآن، والعناوين هو ربط كل هذه الأمور مع ستر الوسيط الأمريكي الذي صار بين لبنان وبين إسرائيل فيما يتعلق بكل النفط. وهذه سابقة في الحقيقة، لم يكن يخطر ببال الكتاب الصحفيين الإسرائيليين أن السيد حسن نصر الله يدير المفاوضات مباشرة بهذه اللهجة الحاسمة حول آبار الغاز في تلك المنطقة. وهذا يعني محور انعكاس وزاوية جديدة لم نكن نرى فيها الخطاب من قبل كما راه الإسرائيليون. نعم، أشكرك كل شكر ناصر لحى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا مباشرة من بيت لحم. أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان على الحدود الشرقية للقطاع، والذي تزامن مع يوم القدس العالمي الذي دعا إليه قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني. أحمد شردان. في وقت يتصدى فيه الشباب الفلسطيني لأعتى المؤامرات التي تستهدف قضيتهم، يأتي يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ليزيد من زخم تحركهم أكثر فأكثر. آلاف المواطنين أحيوا هذا اليوم بمشاركتهم في الجمعة الستين من مسيرات العودة. وإحنا جايين نوري العالم والدول العربية أنه هذا القدس للمسلمين وللعرب، وهذه القدس بصيرها يوم حترجع لنا وحنحررها من ايد الاحتلال ان شاء الله. لن تنجح هذه المؤامرات، وسبقتها كثير من المؤامرات على شعبنا، واهلنا سنسقطها بشبابنا ببناتنا بدمائنا. لن تمر هذه الصفقة الا على اجسادنا. والقدس العربية. شعارات التحدي للاحتلال وللمطبعين معه على حد سواء صدح بها الغزاويون الذين واجهوا آلة القمع الإسرائيلية. أما الفصائل فأكدت أن يوم القدس العالمي فرصة لاستنهاض الشعوب العربية والإسلامية. نحن نشد على أيدي كل الذين خرجوا اليوم في ذكرى يوم القدس العالمي ليناصروا فلسطين ويناصروا القدس، وبالتالي ستبقى فلسطين ويبقى يوم القدس العالمي عنوانا لوحدة الأمة. يوم من أيام الأمة تعلن فيه الأمة رفضها لكل مشاريع الهيمنة والاستكبار، وتنحاز بكليتها إلى القدس وإلى قضايا الأمة المحورية. وما بين مؤتمرات التطبيع والتفريط بالقدس وبين مسيرات التمسك بها، يؤكد الفلسطينيون أنهم ماضون إلى أبعد مدى في الدفاع عن مقدساتهم، التي يشدد الجميع هنا أنها ستبقى فلسطينية خالصة طال الزمان أم قصر. المشاركة الشعبية في إحياء يوم القدس العالمي أعادت تأكيد جوهرية هذه القضية التي باتت تتعرض إلى مؤامرات واضحة المعالم لتصفيتها، لتبقى هذه الجماهير بمثابة درع يحمي المدينة المقدسة من براثن التهويد والتفريط. أحمد شلدان، غزة، الميادين. هذا وشهدت العاصمة الإيرانية طهران والمدن الأخرى كافة مسيرات مليونية بمشاركة كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين. أحمد البحراني. بصوت أعلى من كل عام ترفع هذه الجموع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل في الذكرى السنوية الأربعين ليوم القدس العالمي. فبنبرة أكثر صراحة وتحديا من قبل، باتت القيادة الإيرانية تبعث رسائلها إلى واشنطن وتل أبيب وتتحدث عن مشروع لتسويق صفقة القرن سيكون استبدال العدو الإسرائيلي بإيران أولى خطواته. للأسف الشديد هناك بلدان إسلامية أصبحت عدائية مع إيران وودية مع إسرائيل، وتسعى إلى تمرير فضيحة القرن التي تسمى صفقة القرن. تتزامن تظاهرات يوم القدس هذا العام مع ثلاث قمم إسلامية وعربية وخليجية عقدتها القيادة السعودية، يرى فيها الإيرانيون محاولة لإبعاد فلسطين عن قضايا الأمة وأولوياتها.
هذا المشهد حيث يتجدد في آخر جمعة من كل شهر رمضان، يحمل الكثير من الدلائل والرسائل بنظر هؤلاء الذين يصرون على بقاء القضية الفلسطينية قضية محورية وحية حتى وإن تواصلت الضغوط والتحديات السياسية والاقتصادية ضدهم. لا ندافع عن فلسطين من أجل المصالح المادية، القضية الفلسطينية تعد من أصولنا الاعتقادية، وهذا هو السبب وراء عدم تأثير العقوبات علينا والتي لا يمكن إنكار نتائجها السلبية على معيشة المواطن. المرشد خامنئي اعتبر يوم القدس هذا العام أهم من كل الأعوام السابقة، هذا ما ضاعف عدد المتظاهرين. هو يوم تصير فيه إيران على خطابها المعتاد، محاولة التسوية فاشلة والصراع مع المحتل لن ينتهي إلا بزواله. أحمد البحراني، طهران، الميادين. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن صفقة القرن لن تحقق أهدافها وستتحول إلى هزيمة القرن. خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران، رأى روحاني أن المؤامرات الأمريكية لن تحقق أهدافها ضد القدس. أما وزير الخارجية محمد جواد ظريف فأكد أن القدس ليست للبيع كي تمنحها أمريكا لإسرائيل. إنهم يتابعون صفقة القرن والتي أعتقد أنها ستكون فشل القرن وبالتأكيد لن يحققوا أي نتائج. نتنياهو لم يستطع حتى بقبته الحديدية أن يحمي كيانه، فكيف بإمكانه حماية هذه الدول؟ من الأفضل لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي أن يقوم بالعمل الذي تأسست المنظمة من أجله، وهو دعم القدس والشعب الفلسطيني، بدلا من التبجحات التي أطلقت ضد إيران وأفرحت الكيان الصهيوني. وأحياء ليوم القدس العالمي، نظم مئات التونسيين من الناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني مسيرة وسط العاصمة التونسية. المشاركون رفعوا شعارات تؤكد دعمهم للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني، داعين الحكومة التونسية إلى الاستماع إلى نبض الشارع التونسي ورفض المشاركة في أي خطوة تطبيعية. في هذه المناسبة لابد أن نستذكر الإمام الخميني الذي كان من الذين نادوا في الأوقات العصيبة، نادوا بالقدس وبتحرير القدس وبتحرير فلسطين، وهذا أمر مهم ومهم جدا. الجمهورية الإسلامية لابد أن نحييها على مواقفها الداعمة للمقاومة العربية. فنحن هنا لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي وللتأكيد أن الموقف من القضية الفلسطينية هو نفسه منذ سنة 48، أن فلسطين ستبقى عربية وأننا لن نفرط في الأراضي العربية المحتلة مهما كان. يوم القدس العالمي منذ 41 سنة هو لتثبيت خط المقاومة ولتثبيت يعني أمة المقاومة ولتثبيت كذلك مواجهة كل المؤامرات. نقول بأنه ستواصل هذه الشعوب الطواقة للحرية وللانعتاق، ستواصل في مراكمة نضالها من أجل كشف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومن أجل مناصرة القضية الفلسطينية وتطوير آليات المقاومة. اليمنيون تحدوا الحرب والحصار وخرجوا في مسيرات حاشدة في يوم القدس رافعين شعارات رافضة لصفقة القرن. أحمد عبد الرحمن. صيحات اليمنيين تتعالى ضد ما اسمها صفقة ترامب ومع فلسطينية وعروبة القدس في يومها العالمي. حشود ضخمة غصت بها هذه الساحة إحياء ليوم مقدس وعظيم رفرفت فيه أعلام اليمن وفلسطين وحزب الله وإيران من قلب صنعاء. بحضورنا في هذا اليوم رفضنا صفقة القرن، هذه الصفقة التي صفقة ترامب التي لن تكون ولن تتحقق بإذن الله على أرض الواقع. إننا واقفون ضد كل من يطبع مع إسرائيل، ضد كل من يعلن يعني أن ضد كل زعماء العرب الخانعين للولايات المتحدة الأمريكية لواشنطن لإسرائيل. نقول لهم بهذه القمم ماذا تريدون منا نحن العرب؟ على عكازه وبجراحه جاء هذا الشاب إلى ساحة التظاهرة من أجل القدس. حضرنا في آخر جمعة في رمضان لأجل قضية الأمة المركزية، قضية فلسطين.
حضور وتفاعل شعبي ورسمي كان اللافت فيه مشاركة الأطفال والشباب وكبار السن. المشاركون وجهوا رسالة واضحة ونددوا بما اسموها قمم المؤامرة على الأمة وفلسطين. نقول لهم: أنتم من تزعمون باستمرار أن القضية الفلسطينية في أولويتكم، فلماذا لم تكن أولوية ولو في البيان الشكلي الذي وزعتموه على وسائل الإعلام؟ رسالة يمنية هي الأقوى من 12 محافظة تكرر فيها المشهد الجماهيري، وجدد عبرها اليمنيون رفضهم لكل خطوات الأنظمة العربية بغية تصفية القضية الفلسطينية وتفتيت المنطقة، داعين إلى التبرؤ من أنظمة التآمر هذه. 5 أعوام من الحرب والعدوان ظل خلالها اليمنيون أوفياء للقدس ولقضيتهم الأولى، ولسان حالهم: إن تخلينا عن يمنيتنا وعروبتنا سنتخلى حين ذاك عن قدسنا. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. وفي سوريا شارك آلاف الفلسطينيين والسوريين في مسيرة يوم القدس العالمي في دمشق. محمد الخضر. أبناء المخيمات الفلسطينية في مسير يوم القدس العالمي، مسير يشق الطريق عبر سوق الحميدية العريق باتجاه ساحة الجامع الأموي. شيوخ حافظوا على مفاتيح بيوتهم، وشبان ترنوا أعينهم وأفئدتهم نحو بيوت آبائهم وأجدادهم. واليوم يوم القدس، وإن شاء الله ترجيحها دمنا وروحنا أحفادنا أولادنا، واحد واللي بدهم يخلقهم بدهم يطالبهم بالقدس وفلسطين إن شاء الله، وهذا مفتاح بيتي. لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد الفصائل، شعار تزداد أهميته مع تحركات غربية وعربية مشبوهة هدفها تصفية الحقوق الفلسطينية. لا لصفقة القرن، وكل القمم العربية والإسلامية والخليجية وفي المنامة ستسقط عند أقدام المقاومين. جاءهم الرد من هذه الحشود أن فلسطين ستبقى في ذهن هذه الأمة وفي ذهن الشباب العربي حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين بإذن الله. أعلام فلسطين ظللت هامات المشاركين، وعروض عسكرية رمزية دعما لبطولات المقاومين في غزة، رسائل احتضنتها دمشق رغم جراحها دعما للحقوق الفلسطينية. دمشق التي حققت الانتصارات ومحور المقاومة الذي يصمد أمام هذه الهجمة الإمبريالية الصهيونية الرجعية، يرسل رسالة لرفض صفقة القرن، لرفض مؤتمر البحرين الذي يعقد تحت عنوان الازدهار والسلام. دعيني اليوم نأكد كشعب سوري وكحزب بعث عربي الاشتراكي أنه قضية فلسطين هي القضية المركزية، ما زالت وستبقى وهي البوصلة لنا، وأن القدس هي عاصمة فلسطين. المسيرة انتهت بمهرجان خطابي ألقيت فيه كلمات فلسطين وسوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلمات جددت عهد الوفاء للقدس وفلسطين، وأكدت حتمية فشل كل مشاريع ومخططات تصفية الحقوق الفلسطينية. عهد يجدده آلاف الفلسطينيين والسوريين في يوم القدس العالمي، لا تنازل عن ذرة تراب من المدينة المقدسة مهما تكاثرت مشاريع التصفية وصفقات الوهم، وستظل فلسطين بوصلة المقاومة ووجهة البندقية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. القوى وفصائل المقاومة العراقية أحيت يوم القدس العالمي واختارت شارع فلسطين شرق بغداد موقعا لإحياء الذكرى. عبد الله بدران. هو يوم القدس العالمي من العاصمة بغداد التي اختارت أن تحييه من شارع فلسطين فيها. هكذا أحيت فصائل المقاومة العراقية ببيئتها ومقاتليها وبشيوخ عشائرها يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان في يوم القدس العالمي. المشاركون أكدوا أنها ليست فقط ذكرى، وأنه ليس مجرد أحياء لها، هي وحدة مصير تجمع العراقيين بالفلسطينيين، وهي ردود سياسية على صفقة القرن يطلقها المقاتلون هنا عبر رفضها. قضية فلسطين وبالتالي لا وجود لإسرائيل، وهنالك إصرار واضح لدى فصائل المقاومة سواء كان في العراق وفي المنطقة على أن البوصلة هي فلسطين، ويجب الذهاب باتجاه تحرير الأراضي الفلسطينية من الغاصب الكيان الصهيوني. دأب العراقيون على إحياء الذكرى،
إحياء تتصاعد معه المشاركة والقناعة وتتسع معه الرسائل السياسية. لم يكتف العراق بموقفه الذي أطلقه قبل ساعات من يوم القدس العالمي الذي جاء عبر الرئيس برهم صالح خلال قمة مكة. الرجل الذي جدد الموقف من قضية فلسطين كانت رسالته واضحة للحشد الذي أريد لطهران. اكتملت الصورة هنا في شوارع بغداد. لا صفقة حول فلسطين يمكن أن تمر. العراق اليوم بغداد والمحافظات الأخرى خرجت لتؤيد يوم القدس العالمي تعبيرا عن إرادة الشعب العراقي الداعم لشعوب المنطقة المظلومة والرافضة لسياسة ترامب الذي يحاول أن يضم القدس الشريف إلى إسرائيل. يدرك العراقيون أن إسرائيل لم تحترم لا مبادرات السلام ولا خرائط الطريق ولم تصغي لصناعها، فأيقنوا أن لا سبيل لاستعادة الأرض واسترجاع الحق إلا بالمقاومة والرهان عليها. يؤكد العراقيون الملتزمون بيوم القدس العالمي أنهم سند لإخوانهم في فلسطين وفي حقهم بالعودة، حق ياب الخمول ولا يسقط بالتقادم. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. تحت شعار ضد مؤامرة صفقة القرن ومع خيار المقاومة ومواجهة التطبيع، نظمت فعاليات في المغرب وقفة احتجاجية أمام البرلمان وذلك إحياء ليوم القدس العالمي. الفعالية أكدت تأييدها لكفاح الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة الكبرى ولصمود الأسرى في السجون الإسرائيلية، متمسكة بموقف المغرب الرافض لموجة التطبيع. مدينة صيدا جنوب لبنان أحيت يوم القدس العالمي بمسيرة حاشدة دعا إليها اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني. المسيرات جابت شوارع صيدا وشاركت فيها أحزاب لبنانية وفلسطينية، كما رفعت شعارات ضد صفقة القرن. أن ما أرادوا زرعه من شقاق ونفاق في جسد الأمة بدأ بإذن الله يتراجع والأمور تعود إلى نصابها. أما الأمور تعود إلى نصابها ولن تعود إلى نصابها، نصابها الموجود الآن في مكة المكرمة وسيكون موجودا في المنامة في آخر شهر حزيران. شعوب المنطقة يواجهون تصاعد الهجوم الأمريكي الصهيوني، كما تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوى المقاومة في بلادنا حرباً عدوانية متجددة، من بين أدواتها التآمر والحصار ومحاولات إزالة الفتنة. في البحرين خرجت تظاهرة شعبية إحياء ليوم القدس العالمي. المشاركون في التظاهرة رفعوا لافتات تندد بالاحتلال الإسرائيلي وتؤكد حقوق الشعب الفلسطيني، كما شدد المتظاهرون على ضرورة استمرار المقاومة ومواجهة صفقة القرن بالوسائل كافة. في نيويورك أحيا المدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني أو الشعوب من منظمات السلام وأفراد من الجاليات الإسلامية واليهود المناوئين الصهيونية يوم القدس العالمي في ساحة تايمز. المتظاهرون رددوا شعارات تؤكد حقوق الفلسطينيين التاريخية ونددوا بنظام التمييز العنصري القائم، كما نددوا بالعدوان المتواصل على اليمن واستنكروا التهديد الذي تتعرض له إيران، مشيدين بمواقفها المناصرة للحقوق في المنطقة. في باحات المسجد الأقصى المبارك أحيا عشرات الآلاف ليلة القدر التي صادفت يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، وامتلأت مصليات المسجد الأقصى وساحاته وأروقته بالمصلين الوافدين من الأراضي الفلسطينية كافة والدول العربية والإسلامية والدول الأجنبية. الأقصى المبارك كان احتضن ربع مليون مصل في آخر جمعة من شهر رمضان. هناء محاميد. قرابة السابعة صباحا
أعدم الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا في القدس المحتلة بذريعة تنفيذه عمليتي طعن أصاب فيهما مستوطنين. بعد ساعات قليلة أعدم فتى فلسطينيا آخر كان في طريقه من بيت لحم إلى القدس لمشاركة الآلاف بصلاة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان. القدس بأمس الحاجة لهؤلاء الزوار، لهذا الزخم، لهذا الحجم من الناس اللي بيجوا حتى يقيموا صلواتهم في المسجد الأقصى. لم يتغير المشهد كثيرا في هذا العام، مشهد احتلال يجثم على تفاصيل الحياة في المدينة، يهدف مدعما بالصكوك الأمريكية والتطبيعية العربية إلى تكريس القدس في الوعي كعاصمة لإسرائيل. ورشة البحرين هي لن تؤتي أكلها وولدت ميتة، وذلك لأن الشعب الفلسطيني هو ليس بحاجة إلى لقمة عيش وليس بحاجة إلى ازدهار من أجل السلام كما قال السيد الرئيس، هي بحاجة إلى أرض مقابل السلام. الفلسطينيين هم يتطلعون إلى حرية وإلى استقلال وإلى قدسهم. كل الحكام العرب هاي صفعة العار هاي اللي ملتمين إلها قاعدين من لهم كم من يوم قاعدين بيبيعوا في القدس، إن يعني إنه قاعدين ببيعوا بأرض العرب في مال العرب لليهود، مش فاهم كيف، أنا مش فاهم شو هالشغلة. يا من وفدتم إلى الأقصى. في خطبة الجمعة أكد الشيخ عكرمة صبري أمام جموع المصلين الغفيرة في المسجد الأقصى أن صفقة القرن باتت بصدد التطبيق ولكنها ستفشل، فرفضها أمر يجمع عليه الفلسطينيون قيادة وشعباً. ربع مليون فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم محاصرة القدس بالحواجز العسكرية وبالجنود، وهم بذلك يؤكدون انتماءهم لهذا المكان المقدس، ولكن ليس ذلك فحسب، بل إنهم بذلك يشكلون سدا أمام مؤامرات العصر. هناء محاميد من المسجد الأقصى المبارك، الميادين. اختتمت قمة مجلس التعاون الإسلامي في مكة بدورتها 14، حيث تصدرت أعمالها القضية الفلسطينية وتوترات المنطقة. البيان الختامي دعا إلى مقاطعة الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده مصممة على التصدي للتهديدات والأنشطة التخريبية في المنطقة. سلمان قال إن بلاده ترفض أي إجراءات تمس وضع القدس. ونجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف. أيها الأخوة الكرام، إن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه أمتنا الإسلامية والعالم أجمع، ويجب أن تتضافر الجهود لمحاربتها وكشف داعميها وتجفيف مواردها المالية. من المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال ما استطاعت إلى إصلاح توفير ولا تسعى ما استطاعت إلى إصلاح وتوفيق وجهات النظر المختلفة خدمة للدول الإسلامية وشعوبها. مستمرون بتقديم العاشرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. 90,000 نازح جراء المعارك في العاصمة الليبية. من جديد مرحبا بكم. ارتفع إلى 13 عدد قتلى الهجوم المسلح على مجمع حكومي في مدينة فيرجينيا بيتش شرق الولايات المتحدة. مسلح هاجم المبنى وأطلق النار عشوائيا على الموجودين فيه قبل أن تتدخل الشرطة لتدور اشتباكات مع المسلح قبل أن يقتل. قائد شرطة المنطقة قال إن المعركة مع المهاجم استمرت وقتا طويلا ووصف المشهد بساحة حرب. وفي موازاة ذلك أعلنت منظمة غير حكومية معنية بالهجمات أن إطلاق النار في فيرجينيا هو الحادث 150 في الولايات المتحدة هذا العام.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع إلى 125 طنا، لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به أي 130 طنا، بينما ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174 كيلو جراما أي أقل من 300 كيلو جرام وفق المسموح به. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحدث عن أهمية وجود من يتصدى لما وصفه بتهديدات النظام الإيراني وأسلحته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين. طالب بومبيو الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. أما ماس فأكد أن بلاده والولايات المتحدة تتبعان أهدافا مشتركة في السياسة المتعلقة بالشأن الإيراني رغم الاختلافات الموجودة بين البلدين. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لفت إلى أن هناك دولا خليجية مستعدة للنظر في مبادرة إيران لإبرام معاهدة بشأن عدم استخدام القوة، مؤكدا أن موسكو لا تفرض وساطتها في العلاقات بين طهران وواشنطن. فيما يخص إيران ودول الجوار في منطقة الخليج، فروسيا كما قال الرئيس بوتين تؤيد بدء عملية بناء نظام أمني في الخليج الفارسي كما حدث في أوروبا عندما بدأت عملية هلسنكي لتشكيل اللجنة الأمنية الأوروبية. يمكننا تطبيق هذه الخبرة الأوروبية في منطقة الخليج. هذا الأمر متعلق بإيران، وعندما نتحدث عن شفافية العمل وتنسيقه وإجراء التدريبات فنحن نحتاج إلى ثقة بالنسبة للطرفين. أعتقد أن المبادرة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق عدم الاعتداء تمثل خطوة جيدة. أنا أعرف أن بعض البلدان في مجلس الخليج تستعد للنظر في هذه المبادرة. حذر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من محاولات جعل بقاء النازحين السوريين دائما لا مؤقتا، قائلا إن لبنان لا يريد هذا الأمر بدليل التجربة مع اللاجئين الفلسطينيين. نحن لا نعطي أي شيء لإسرائيل، نحن سنأخذ أرض هي مسلوبة، نحن سنحصل على سيادة على أرض مفقودة أو على منطقة بحرية هي نحسبها للبنان، نحن بعتينا للأمم المتحدة إنها للبنان، وممنوع علينا اليوم مش بس العمل فيها، استكشافها. أي أمر بيسمح لنا أن نستعيدها وأن نعمل فيها نشاط غازي وبترولي ونفطي هو ربح للبنان. كشفت مجلة فرنسية نقلا عن مصادر وصفتها بالاستخباراتية أن تونس تعيش استنفارا أمنيا بعد تلقيها معلومات من التحالف الدولي عن وجود زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في جارتها ليبيا. وفي السياق ذاته ذكر موقع تونسي في وقت سابق أن زعيم داعش لجأ إلى ليبيا بعد هزيمة مسلحيه في قرية الباغوز بمحافظة دير الزور في سوريا. نبقى في تونس حيث تتسارع الأحداث داخل الجبهة الشعبية، فبعد تقديم 9 نواب استقالاتهم من الكتلة البرلمانية للجبهة، اتهم منجي الرحوي أحد قادة الجبهة الشعبية الناطقة باسمها حمى الهمامي بالوقوف وراء عدم هيكليتها. سميحة البغانمي. مين يخربوا في الجبهة الشعبية اليوم؟ اللي هو زهير حمدي، لأنه عنده ارتباطات ويحب يهز الجبهة الشعبية نحو معناها تموقع إقليمي نحن نرفضه، وعنا فهمتي لا معناها الأرعن واللي ماهوش مسؤول واللي طفولي في سلوكه مع حزبه ومع الجبهة الشعبية اللي هو جان الهمام. من حرب الاستقالات إلى حرب التصريحات الأعلامية والاتهامات، تتسارع الأحداث بنحو غير مسبوق داخل الجبهة الشعبية. صراعات وخلافات داخلية تشعل فتيل أزمة هي الأسوأ منذ تشكيل الجبهة الشعبية عام 2012. الأسباب انطلقت واحتدت بطبيعة الحال حول الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك إشكال وعدم ربما ثقة سبب في تعطل هذا المسار.
الانقسام داخل الجبهة الشعبية يتواصل مع إعلان حزب التيار الشعبي أحد مكونات الجبهة والداعم لحم الهمامي قطع علاقته بحزب الوتد على إثر تصريحات منجر الرحوي التي اتهم فيها قيادات بارزة بمحاولة الاستيلاء على الجبهة. انقسام ينذر وفق مراقبين بإغلاق الباب أمام كل محاولات رأب الصدع وينهي فرص التعويل على وحدة الصف بين قوى اليسار في السباق الانتخابي المرتقب. الجبهة لم تكن محصنة على عكس ما كان تروج وما كان يعتقد، وقعت في نفس الفخ، هو صراع زعامات كشفته إلى العلن يعني الترشحات للانتخابات والتنافس الحاصل بين الأسماء القيادية في الجبهة. الخلافات بين أفرقاء الجبهة تجاوزت التنافس حول المواقع لتفتح النقاش في العمق حول الخط السياسي والتحالفات الخارجية. التصدع الذي أصاب الجبهة الشعبية قبل الانتخابات القادمة قد يفقد المعارضة صوتا كان يعول عليه لتحقيق التوازن في المشهد السياسي. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. أفادت وكالة الأناضول بأن المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير سيستأنفون المفاوضات خلال الساعات المقبلة، ويأتي ذلك بعد اتهام المجلس المعتصمين بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام. قائد المنطقة العسكرية المركزية في الخرطوم اللواء بحر أحمد بحر حذر من أن اعتصام القيادة العامة في العاصمة يمثل خطرا على تماسك الدولة وأمنها القومي. هناك مجموعة أعلنت الأمم المتحدة أن القتال في العاصمة الليبية تسبب بنزوح أكثر من 90,000 شخص. الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أشار إلى أن القتال تسبب هذا الأسبوع فقط بنزوح 8,000 شخص، نصفهم من الأطفال. دعا وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان الصين إلى التوقف عما سماها تقويض سيادة الدول الأخرى. شانهان من سنغافورة دعا الصين إلى أن تقيم علاقات تعاون مع بقية دول المنطقة، معتبرا أنه يجب أن يتوقف السلوك الذي يقوض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنيات الصين. وفق تعبيره، يمتهن توفيق صيد الأسماك منذ سنوات طويلة في ميناء قرطاج بالعاصمة التونسية. توفيق حدثنا عن البحر وعن أهميته في تعلم القناعة والصبر والتفاؤل، ولا سيما في شهر رمضان المبارك. مراد الدلنسي. عندك بحرية يا ريس، سمر شرقية يا ريس. نحن الخدمة ذي ورثينا أب عن جد، اللي عمري محسوب 17 سنة تبعت الوالد. لك هو الغرام ولات خدمة، ما عادش غرام، فهمت؟ ولات خدمة. تو البارح كنا أربع بحارة، اليوم ما شاء الله فهمتني 30 40 بحار، ونخدموا فرد بلاصة، وحتى الماتريال نتاع البحر تبدل تطور. هو قسم بيت ربي نحن نرميه حتى حد ما يعلم فهمتي تحت الماش تما، وهذه هي رزق وسيق، هذه ربي سبحانه هو اللي فهمتي يبع يفرط في الرزق. وكاو البحر شنيه يعمل اللي عليه والباقي على ربي. ريس سمر شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل يا حبيبي يا ريس. والبحر قلوب زاده وملك، هو ملك عظيم فهمتني، فهمتي مذكور عنا حتى في القرآن. يا حبذا تدخل لنية ونيتك صافية باش ربي يعطيك. ريحة أراضينا يا ريس عن بتنادي. هم نعرفوا نحن بحارة، ثم بحارة قدم قبليانا دخلوا في الحالة قعدوا نفس الحالة، وثم ناس بحارة بعدهم هما دخلوا في حالة وتطوروا وبدلوا من حياتهم. يا ريس وانا اللي يعطي ربي راضين بيه وكاو. يا ريس امشي وطير فيه يا ريس من بين المين.
البحر وحده، الرياض وفهمتني تربح برشا حاجات، جي البحر حتى في مخك ترتاح، حتى ما تخدمش لا، حتى تهبط الفلوكة تقعد في الفلوكة متياك خير من برشا حاجات. ضرب إعصار وصفته هيئة الأرصاد بغير العادي منطقة لوس أنجلوس في تشيلي. الإعصار الذي أثار هلعا كبيرا بين السكان تسبب بدمار كبير في المباني والممتلكات. إلى العناوين. أن الحرب على إيران يعني كل المنطقة ستشتعل. السيد نصر الله يؤكد أن الحرب على إيران ستشعل المنطقة كلها وأن إسرائيل وآل سعود سيدفعان الثمن. إن أي اعتداء إسرائيلي، أي قصف إسرائيلي لأي هدف يرتبط بالمقاومة في لبنان في مسألة الصواريخ أو غيرها، نحن حزب الله سنرد عليه سريعا ومباشرة وبقوة. ويحذر إذا استمر الأمريكيون في إثارة موضوع مصانع الصواريخ غير الموجودة في لبنان، فالمقاومة ستعمل على تأسيس مصانع للصواريخ الدقيقة. الشعب يريد تسجيل المتبقية. مسيرات في دول عربية وإسلامية إحياء ليوم القدس العالمي ودعوات لإسقاط صفقة القرن. اختتام أعمال القمة الإسلامية في السعودية بالدعوة إلى مقاطعة الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس. 13 قتيلا بهجوم مسلح على مبنى حكومي في فيرجينيا. تفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.